السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للإخوان والأصدقاء. هو الطائي الحسون، سواء في المغرب حتى الأصدقاء ديالنا في الجزائر اللي كنحييهم بهذه المناسبة كثيرا، وأشكرهم على التعاليق ديالهم على الفيديوهات ديالنا في اليوتيوب. هذه الحلقة الإخوان خاصة بمفهوم ما نصطلح عليه نحن هنا في المغرب، هو الحسون، بمفهوم لابيل داتاك. إلا بغينا نترجموها يعني العربية، يمكن أن نقولوا يعني ورودة الهجوم. وحتى في التعريف ديالو ولا لا تراديكسيون ديالو العربية، يؤثر على شرح هذا المصطلح. فللعلم باش نأصلوا شوية لهذه الكلمة، هذه فهي كلمة يعني متداولة عندنا حنا في عرف الولاعة، هي ليست بكلمة نقولوا لعلمية بين قوسين، لان هي جزء من المفهوم العام ديال هاد لابيل داتاك. فهي جمله ولا متكونه من كلمتين، ابيل داتاك. اتذكر ان يعني تم بلورته اول مره في مدينه الدار البيضاء في كازابلانكا، حي المعارف، اخوان لي يعني في التسعينات وما قبل، ولكن انا منذ التسعينات سمعتها في لونطوراج ديالنا في الولاعيه، يعني في حي المعارف. كنحيي الاخوان ديال المعارف، المواليه ديال المعارف وديال المغرب كامل. فمن بعد يعني تنزيل هذيك التدوينه عبر الفيسبوك، اللي كان فيه واحد السؤال جوهري، هل الهجين ديال الحسون له ما يسمى بابيل داتاك؟ وكنشكر الاخوان اللي تفاعلوا مع هذا الموضوع، لان موضوع كان خاصه واحد شويه ديال المناقشه وديال الحوار، ماشي توضيح، لان من خلال التعليقات بان لي بان الاخوان عندهم واحد الالمام بالمصطلح. ولو ان هناك افكار يعني ماشي نقولوا مشتته، ولكن اضطريت انني ندير هذا الفيديو لتجميع هذه الافكار. واولا لان لمست بانه كل واحد كيعطي تعريف ديال لابيل داتاك من واحد الزاويه، هي كلها اجوبه سليمه وصحيحه بدون استثناء، ولكن كلها جزء من التعريف يعني الاول ديال لابيل داتاك. فلابيل داتاك هو واحد المفهوم لا يمكن ان يتحقق الا في الطبيعه. وكنحيي الاخوان اللي جبدوا يعني مساله ديال الطبيعه وحاولوا يحطوا واحد المقارنه، لان من هنا المدخل ديال الموضوع، نشوفوا منين فين يمكن له ينشا هذا المفهوم، وما هي الضوابط مثلا في الطبيعه اللي كتجعل ان هذا المفهوم يتبلور، اللي هو لابيل داتاك. يعني ما هي الحالات اللي كيعيشها الطائر الحسون اللي كيتجعلوا انه يديفلوبي هذا لابيل داتاك؟ هذا مهم جدا. ومن بعد منين نوقفوا على هاد الحالات ولا هذا اللي كتبلور لنا لابيل داتاك في الطبيعه، عاد نشوفوا المقارنه ديالها مع الطائر الهجين، اللي هو طائر كما قال السي كوباري، وكنحييه على هذا من هذا الفيديو، هذه الكلمه الجميله، قال بانه الطائر الهجون طائر مفبرك. ونزيدوا انايا واحد الكلمه، انه طائر بروغرامي، طائر مبرمج. يعني واش الطائر مبرمج ومفبرك وجيناته جينات ماشي سلاله حره كالمقنين، هل يمكن ان يبلور ما يسمى بلابيل داتاك؟ هذا السؤال. كان هناك واحد التعليق وكنحيي عليه الاخ اللي كتبو، ما كنذكرش اسم ديالو بالكامل، المهم محسن شي حاجه، تحيه الاخ محسن، انه قال لنا بانه الميستو ولا الهاشين ما عندوش ما يسمى بلابيل داتاك، ولكن عنده ان ابيل دو باز، او جبد لنا واحد المفهوم ديال لابيل دو باز، وهذا اقرب الى الصواب، ونعرفوا علاش. دونك نحتفظوا بهاد جوج كلمات، لابيل داتاك ولابيل دو باز، وغادي ندوز نعطيكم انا وجهه نظري، كنحترم جميع الاراء ديال الاخوان، نعطيكم المفهوم ديالي انا ديال لابيل داتاك. وانا غادي مع الطرح انه لابيل داتاك المفهوم ديالو لا يمكن ان يتحقق الا في الطبيعه لعده اعتبار. فلابيل داتاك باعتقادي ما كاينش ان سول ابيل داتاك عند الطائر في الطبيعه. الطبيعة الطائر يعيش عدة حالات. أول حالة هذا كنهضرو على الجدر، يعني الطائر الكبير، يعني كما قال الإخوان، قالك الملك ديال لوكر،
هنا كنستحضروا مفهوم لوكر، لان مشكل مع الحسون، الحسون دائما يجي نستحضر مفهوم لوكر. الا ما كانش مفهوم لوكر بجميع المميزات ديالو فلا يمكن ان نتكلم على التغريد ديال الحسون في الطبيعه. وللاسف احنا ولينا كنعيشوا في هذه الحقيقه انه يعني انعدام الاوكار، الاوكار تشتتت بالصيد الجائر، الصيد العشوائي، الاعشاش، وهذا فما بقاش عندنا مفهوم ديال الاوكار. وبالتالي للاسف كنحسوا براسنا ملي غندوندو غير في الاساطير وفي يعني هادشي اللي كنقولوا ما كاينش في الواقع للاسف. غندو نهضروا على مسائل اللي شفنا هذه واحد 20 سنه ولا 30 سنه والان ما كنشوفوهاش. هذا مؤلم جدا، ولكن لاطراء يعني المعرفه ديالنا بهذا الهوايه وطائر الحصون، واللي من اجل الاجيال القادمه لازم نقولوا هذا الكلام هذا. ففي الطبيعه الطائر الكبير او الجدار كما قلنا فهو عنده ثلاثه ولا اربع حالات اللي كي يخرج بها لابيل داتا. وللاشاره كما قلنا في التدوينه في الفيسبوك فهضرنا على لابيل داتا على اساس انه تغريده واحده اللي كيقولها الطائر في واحد الحالات معينه، ولكن في الطبيعه يعني في الحاله الطبيعيه ديالو هناك ثلاثه واربع حالات اللي عندها ثلاثه ولا اربعه ديال لي زابيل داتاك ديفيرون. علاش كنقول هذا؟ غيقول لي واحد الشيء اخر، وحاجه طبيعيه انه غيبدل لابيل داتاك، ولكن دائما انا نتكلم بالمقارنه مع الموضوع اللي غناقشوه من بعد، اللي هو هل هذا الشيء كيتحقق في الطيور ديال الاسر يعني اون كابتيفيتي. حتى بالنسبه للطيور ديال العش فهو كيمشي عليهم نفس الشيء كالهاجي. اذا نكونوا مفاهمين على هذه النقطه هذه. ففي الطبيعه اول حاجه كاين ديفونس ديال لو تيريتوار، يعني الصيانه او الدفاع عن المنطقه عن الوكر، فهذا يحتاج من الطائر نقولوا السلطان ديال الوكر يستدعي منه بلورات واحد الاغروده باش يديفوندي لو تيريتوار، كتسمى نسميوها انا بيل داتاك. فها هي عنده الان اغروده اللي كيحامي بها على 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 التيريتوار ديالو، ونفس هاد الاغروده فهي ممكن انه يبدلها يعني على حسب بعض الخطرات غير القرب او البعد ديال الخطر من الوكر. مثلا طائر على بعد 50 متر ولا 20 متر لابيل داتاك اللي غادي يعطيه ماشي هو فحال الا جا الطائر قرب عنده مثلا بواحد 10 امتار او 5 امتار، يقدر يزيد في لانتونسيتي ديال الصوت، كما انه يمكن انه يبدل الاغروده، لان الاغروده الاولى ملي كان الطائر على 20 متر ما عطاتش نتيجه وقرب عنده فهو غيبدلها باش. اذا هو عنده دو زابيل داتاك لنفس الحاله النفسيه وهي الدفاع عن المنطقه. تفاهمنا على هذا المساله. الحالة الثانية هي التزاوج. فالطائر هناك حالة نفسية أخرى كتعطيه الحق أنه يبلور أنوتر أبيل، ما نسموش أبيل داتاك ولكن يرددوه. وهنا بقوا معايا في هذه النقطة، لأن بزاف ديال الإخوان كيعتقدوا بأنه الطيور اللي عندنا في الأسر ولا في الكابتيفيتي ملي كيقولوا أنا أبيل داتاك ربما يكون هاد لابيل داتاك راه ديال التزاوج، هو كيتسحابو ابيل داتاك ابيل داتاك راه غيدير به كلشي. لا، هادي حالة نفسية أخرى. فهل تتحقق في طيور الأسر؟ نقطة استفهام غناقشوها من بعد. أنا هادشي غير لإغناء الحوار، ولكن في التاريخ خصنا نوقفو على مفهوم لابيل داتاك بجميع الجوانب ديالو، نوثقوه ونحطو ليه واحد ديفينيسيو باش كنا كهو الطائر الحسون نكونو كنتكلمو نفس اللونغاج ونفس المفهوم عندنا، وغتكون عندنا واحد الدرايه ربما شموليه للتغريد ديال الطائر الحسون. اذا دي الحاله الثانيه ديال التزاوج. واتونسيون الاناث ديال 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 الحسون في الطبيعه فهما كي كي كيمتاتلو ولا كيسو اتير، يعني يكونوا مجلوبين مع الاغروده اللي كنقولوا بالفرنسيه يعني بين قوسين الاغروده سيكسي، يعني الاغروده اللي فيها الاثاره. والاغروده بين قوسين اللي كيقولها لو شون سيكسي هو الاغروده اللي كتكون صعبه في الاداء، فالانثى كتخير
الطائر اللي كيمكن ليه يؤدي هذيك الاغروضه بين القوسين سيكسي الاصعب وهي اللي كتميل ليه. فهو الطائر كيكون في واحد الحاله نفسيه اللي باغي يتزوج، فهو غيجبد من عند من غيجبد لابيل داتاك بين قوسين لابيل ديال التزاوج، كيبقى يرددو كيبقى يرددو. حنا مثلا كهوة في ديورنا الا داروا لينا الطائر في دارنا وراه باغي يتزوج، حنا كنسحبوا ابيل داتاك، ماشي ابيل داتاك، هو راه بغى كيقلب على نتوى، واخا يكون هذاك لابيل داتاك جميل جدا وواعر، ربما هو باغي يتير به واحد الانثى. هذا المفهوم الثاني، قلنا ديفونس تيريتوار وكاين الاناث يعني التزاوج. الحالة الثانية النفسية اللي ممكن يبلور فيها طائر في الطبيعة أنا بيل داتاك هي كما يسمى لابيل ديال لم الشمل، لم الشمل ولا بحال واحد النوع ديال بحال اللي كيكون عندنا نشيد وطني ديال شي دولة ولا واحد شعار ديال واحد الدولة، واحد الأغرودة كيستعملها الجدر الكبير يعني الملك ديال هذاك المكان ديال ذاك الوكر للم الشمل وتوحيد الصف وتوحيد الكلمة جميع الذكور والإناث اللي كاينين تحت منه في الكراد، فهو يبلور واحد الأغرودة خاصة بهذيك وكيبقى يرددها على حسب الحالة اللي فيها هو. إذا خلاصة، الحالة النفسية أو الحالة ديال التزاوج أو عدم التزاوج ديال واحد الطائر ذكر حسون ذكر في الطبيعة يبلور لي زابيل على حسب الحالة النفسية ديالو. جميع هاد الحالات، الحالات بثلاثة، كلهم ملي كيخرج واحد الأغرودة اللي كيعني بها هذيك الحالة يرددها كثير. نخليو هذا الجانب وندوزو للهجين ولا الحسون ديال العش في الدار. واش هادوك لي زابيل اللي كنقولو حنا هو كيأدي لابيل داتاك، واش عرفنا اين حالة؟ هل فعلا هذا بالنسبة للحسون اللي في الدار؟ أما الهجين، حيت الهجين وكنحيي الأخ مصطفى جبد كلمة ديال العقم، علاش كتبت ليه في التدوينة بأنه إشارة كنت أنتظرها في التدوين، كتمشي مع الطرح اللي كتقول الآن، لأن هناك حالات نفسية ديال الطائر، كاين حتى علميا مسألة ديال التستوستيرون. التستوستيرون كنا درنا واحد الحلقة بأن عندها علاقة مباشرة مع التغريد، وخاصة في اللحظة اللي كيكون التغريد كيتكريستاليزا وكيطلع وكيهيج الطائر وكيصول، والتستوستيرون هي العامل الأساسي لبلورة هذا، والتستوستيرون عندها علاقة بهذا المفهوم ديال لابيل داتاك بين قوسين. فهذه يعني واحد التوضيح أشمل، عرفنا كيفاش لابيل داتاك نفهموه في الطبيعة، أنه متكون عدة حالات على حسب نفسية الطائر، على حسب الحالة ديال الطائر. الإشارة حتى في الحالة الأولى ملي كيديفوندي التريتوار، قلنا بأنه الأغرودة يقدر يشونجيها على حسب الخطورة، على حسب البعد أو القرب من الخطورة. ومني كتمشي الخطورة، وهذا الشيء لاحظناه في الطبيعة، أنا شخصيا لاحظته مباشرة، بقيت يعني مبهود واحد السيناريو شفتو في واحد الشحال هادي، انه الطائر كان كيديفوندي التريتوار ديالو والخطر مشى، وبقيت كنلاحظ انا كيفاش غادي يرجع للحاله الطبيعيه ديالو في التغريد. هو مشى ولكن كيبقى يردد هذيك الاغروده ديال لابيل داتاك، وكما يسمى لابيل دو كومبا، لابيل ديال الهجوم، كيبقى يرددو وتدريجيا كيبدا ينقص وكيبقى يرددو، ولكن كينقص كيبقى يضربو بشويه بشويه، وكيدوز تدريجيا الى الاغروده ديال لم الشمل، وغالبا ما كتكون تعادد الكليات. انت ملي كتدخل شي مرقد او شي وكر ديال الحسون، فاول حاجه ربما المالي اللي كيفهموا في الاوكار، اول حاجه يتحرى الكليات والتعادد، وهذيك هي الحاله اللي كيكون فيها الوكر هاني مطمئن، انه غير التعادد وغير الكوليات اللي كيضربوا في هذاك الوقت. فالطائر هذا لاحظ بانه كيخرج من ديك الحاله ديال لابيل داتاك دو كومبا ولا لابيل داتاك ديال الهجوم ولا ديال الديفونس، وكيرجع تدريجيا الى الحاله ديال لم الشمل وقت مشى الخطر. هذو كاين بعض السيناريوهات نقدروا نتكلموا فيهم من بعد، ولكن كان عليا ضروري انني نركز على هذه المفاهيم ديال لابيل داتاك، ونتمنى انه
المقارنه ديالنا مع ما يقع عندنا في البيوت ديالنا في الطيور ديال الكابتيفيتي ناخذ بعين الاعتبار هذا المفهوم. ففي انتظار التفاعل ديال الاخوان عبر الفيسبوك ولا حتى عبر اليوتيوب، ممكن اننا ندير واحد الحلقه اخرى للوقوف على ما يسمى بلابيل داتاك عند طائر الحسون او الهجين ديالو. للعلم اننا باقي ما جاوبناش على السؤال ديال هل الهجين ينطبق عليه لابيل داتاك، السؤال مازال مطروح. فنحاولوا اننا نمشيو بهذه الطريقه لمعالجته لمناقشه الموضوع. تحياتي واحتراماتي للجميع، نتمنى لكم مسيره موفقه الاخوان، بارك الله عليكم والسلام عليكم.